السلام عليكم، أهلا بكم معانا. عملنا قبل كده 3 حلقات عن إجراءات إن أنت تفتح بيزنس هنا في اليابان. لو ما اتفرجتش على الحلقات بص على البلاي ليست دي من أول فيديو لحد الفيديو اللي فات. النهاردة هنتكلم عن إجراءات إن أنت تيجي هنا اليابان عن طريق البيزنس مانجمنت فيزا، وإزاي تقدم على الفيزا من بره. أهلا بيك، أهلا بيك. معنا مهندس أحمد. باختصار، لو انت احنا زي ما قلنا قبل كده، عشان تفتح شركة في اليابان حاجة من الاتنين، يا تيجي بتورست فيزا وتبدأ إجراءات إنشاء الشركة في اليابان، وإجراءات حصولك على التورست فيزا دي بتختلف من بلد لبلد، فطبعا محدش هيقدر يفيدك فيها غير السفارة اليابان في البلد اللي انت مقيم فيها، فلازم تروح تسألهم بنفسك. يعني لو هتعمل الفيزا الجديدة، اللي هي عملوا فيزا جديدة اسمها بيزنس مانجر فيزا، 4 شهور فقط عشان تحضيرات الشركة، ففي الحالة اللي زي دي هتبقى مطلوب منك أولا تقرر المحامي اللي انت هتتعامل معاه، يعني تبدأ تختار محامي من المكاتب المحامين المشهورة، في مواقعهم كتير ونقدر نعمل لستة بيهم نقدمها للناس. يعني بتبدأ تبعت له، تتفقوا على التفاصيل. بتبقى مطلوب منك أهم حاجة، وهي دي أي مكتب محامي هيطلبها منك، وهي دي الحاجة الوحيدة اللي هتخليك فعلا يقبلوا الفيزا بتاعتك أو يقبلوا شركتك والكلام ده كله، يا إما من البداية هتترفض ومش هتعرف تعمل أي حاجة. هي البيزنس بلان، لازم 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 تقدم بيزنس بلان قوية جدا. قوية جدا مش معناها إنك يعني مقدم التفاصيل، يعني هي للأسف هو مفيش جايد لاين تمشي عليه، ولكن هي لازم يكون عندك بلان بتقول أنا جاي مثلا، يعني أنا جاي أفتح شركة استيراد وتصدير، تصدير عربيات، فأنا يا جماعة هاجي هشتري في أول سنة ب 10 مليون دولار عربيات وهصدرهم، والمكسب بتاعي 5%، فيبقى انا في اخر السنه عملت مش عارف كام، فمصاريفي هتكون كذا، فالربح المتوقع كذا. نتكلم على دراسة جدوى بالظبط، هي دراسه بالعقل. جدوى، يعني مطلوب منك تقدم دراسه جدوى حقيقيه فعلا، وخلي بالك من كلمه حقيقيه، يعني دراسات الجدوى تقدر تجيب دراسه جدوى بسهوله جدا في اي مكان، ولكن هم على فكره صعبين جدا في النقطه ديت، ودي اهم حاجه بيبصوا عليها، وفاهمين هم بيعملوا ايه، وفاهمين كويس جدا يعني. فلو ما قدمتش من البداية دراسة جدوى حقيقية ومنطقية، صدقني كل اللي انت بتعمله هيروح على الارض يعني. فلازم يكون فعلا عندك بيزنس، يعني هو انت في الاخر لو انت فعلا عندك بيزنس حقيقي او عندك فكرة بيزنس حقيقية على الاقل، هتقدر تقدم دراسة جدوى هي فعلا حقيقية ومنطقية وان شاء الله تتقبل. فهي تبقى اهم حاجة هتقدمها هي دراسة الجدوى، مع طبعا شوية اوراق اللي هي دخلك، دراستك الجامعية، بالمناسبة لازم تكون جامعي خريج، يعني لازم يكون معك شهادة جامعية، وأحيانا بيبقوا يرخموا لو هي الشهادة الجامعية نفسها مش، معرفش بصراحة على إيه بالظبط، لو أنت سنك صغير بيبدأ يقول لك لا ده أنت لازم يكون عندك أصلا اكسبيرينس في المانج، في في المانجمنت أو في المانجمنت المانجر. يعني لو معاك طبعا أي شهادة ماجستير أو حاجة، أو أي شهادات الـ MBA أو الكلام ده، طبعا خلاص يعني بيتغاضوا عن الشروط ديت، لكن لازم يكون معاك يعني يا اما سنك منطقي انك جاي تعمل بيزنس، او انك معاك شهادات اصلا دراسيه بتثبت انك اوريدي ليك في البيزنس، او معاك اكسبيرينس على فكره، او شهاده خبره انك مدير مثلا فرع او مدير شركه او الكلام ده كله لمده 5 سنين او 10 سنين، ما بتقلش عن 5، هو دايما بيطلبوا اكتر، بس يعني 5 منطقي يعني. انت بتقدم الورق ده للمحامي، المحامي بيقدم لك هنا في الاميجريشن، في وزاره الخارجيه في اليابان، عشان يطلعوا لك السي او اي اللي هي السيرتيفيكت اوف اليجيبيليتي، يبعتها لك وتروح بيها السفارة. يعني انت اول بتكونتاكت المحامي، بعد كده المحامي بيطلب منك شويه اوراق من البلان، بعد كده المحامي ده هو بيبعت لك السيرتيفيكت اوف الاليجيبيليتي، اللي هي بتقدر ان انت بعد كده تقدم على السفاره وتاخد الفيزا بتاعت البيزنس مانجمنت. بالظبط. طبعا لو انت زي ما قلنا في الاول، لو انت بتقدم بتورست فيزا، فدي اجراءاتها المفروض اسهل بكتير، ولكن زي ما قلنا في الفيديوهات اللي فاتت، ويا ريت ترجعوا لها تاني، يعني لو انت الفرق بين التورست مانجر والبيزنس مانجر فيزا، سوري، لو الفرق بين التورست فيزا والبيزنس مانجر فيزا، ان لو انت جيت بالتورست فيزا هيقابلك صعوبات وهيقابلك مصاريف اكتر عشان تخلص انشاء الشركه، لكن لو جيت بالبيزنس مانجر فيزا من البدايه هيسهلك كتير جدا، وهيوفر عليك
فلوس كويسة يعني، رقم أعتقد مش هيقل عن $1000 ولا حاجة يعني توفير يعني. فده الفرق يعني، يعني التورست سهلة في الحصول عليها لكن هتبقى أصعب لك سنة في هنا. البيزنس مانجر فيزا أصعب في الحصول من البداية بس هي أسهل لما تيجي هنا يعني. شكرا لكم ان انتوا سمعتونا الفيديو ده. لو عندكم اي اسئلة برضو اكتبوها لنا تحت في كومنتات، وهنحاول ان احنا نجاوب عليكم في الحلقات الجاية. شكرا شكرا لك. شكرا.